السلام عليكم اخوان ومرحبا بكم في الفيديو اللي كنت طلبت منكم الدراري في الكومنتير واش نديروها ولا ما نديروهاش. قلتوا لي بيان سور سير ديرها ديال المغرب والبرازيل، سوف كو راه ديجا درنا واحد الفيديو ديال المغرب والبرازيل، فما بغيتش نعاود نفس السيناريو ديال المغرب والبرازيل كيف ما كتشوفوا مورايا فليكم. فهداك الشيء علاش اليوم الدراري غادي نديروا واحد الدرافت ديال المغرب والبرازيل، يعني اي لعاب من المغرب ولا من البرازيل تو سامبلومون غادي يجي للفرقه ديالنا. بالحق الا خرجوا لنا شي لعابه من هذوك الخمسه اللي غادي يطلعوا لينا وواحد غيطلع لينا ماشي من المغرب ولا من البرازيل، فغادي ناخذوا لعاب اللي هو قريب لينا المغرب ولا قريب للبرازيل. ولا كانت الكارطه ايكون فابيان سور غادي ناخذ اخو الزهراء، راكم عارفين الدراري ما يمكنش نطيعوا بحال هذه الفرصه. اوكي غادي تسولوني واش غادي تكون مهنه لعيب العشيه، فابيان سور الدراري غادي تكون مهنه لعيب العشيه، فما تخافوش. هذاك الشيء علاش كنقول لكم الدراري بالروج، ولا مازال ما دايرش لايك مازال ما ابونيش، فرحنا دابا اليوم الدراري غادي نحطوا جوج فيديوهات بالايديت ديالو بكل شيء اليوم، فليتس جو الدراري بقى لنا والو 200 كا، ما تبخلوش علينا الدراري بيان سور من لايك لعيبات ديالكم، ويلا مشيو مع هاد الدرافت هادي نشوفوا شنو غنديروا فيها. إذن الدراري غادي نمشيو مع الدرافت وغادي نخلصو 15000 قطعة نقدية يعني كوينز، فا ليتس جو. يعني بقات عندنا دابا كيف ما كتشوفوا 699، فخاصنا ضروري ضروري يا الإخوان أننا نمشيو نجيبو هاد الدرافت هادي، حيت راكم عارفين ديما الدور الأول تنخرجوا منه. فا جيسبيغ أننا يكون عندنا شي فريقة زوينة ما بين المغرب والبرازيل. أنا كنظن الدراري غادي نلعب بأول تشكيلة، تشكيلة ديال 4-4-2 باش يجيونا حكيمي اللعيبات، فهمتوا؟ فا ليتس جو الدراري ونشوفوا شكون هو الكابيتان ديالنا في هاد الفرقة هادي. الله يكون شي برازيل اللي غادي تكون شي حاجه زوينه ديال بصح، ولكن ما غيطلع علينا حتى شي برازيلي. اذا كيف ما قلنا الدراري الى خرجت لنا كارت ايكون فغادي ناخذوا الكارت ايكون بطبيعه الحال، فغادي ناخذوا بوسكاس اول حاجه، فهمتي؟ دابا انا كنشوف اول حاجه كنشوفها هي حكيمي هنايا، فليتس جو على الله يطلع لنا شي حكيمي هنايا. اوه جيجي فابيو الدراري برازيلي، قول بطبيعه الحال خويا الزين، فضروري ما يعطيونا بونو. يلا 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 فرحونا الدراري، المهم هذه يكونوا مخرجوا لنا بونو. ما عندناش مونو، فغادي ناخذوا بطبيعه الحال كيف ما قلنا كارت ايكون واللي هي فاندير سار. اوكي حد الان الدراري عندنا برازيل جوج ايكونات، هادشي تشي ناضي، هادشي ناضي الدراري. ار ام شكون غيعطيونا؟ حتى شي واحد الدراري، واقرب دوله لينا حنايا هي البرتغال، فغادي ناخذوا برونو فرنانديز وغنمشيو مع السي دي ام، وكيعطيونا طوناني لوفي بارتي بن ناصر وجبيرك وتا شي واحد ما كيبان ليا هنا مزيان، فغادي ناخذوا بطبيعه الحال خويا الزين بن ناصر الجزائري، فهمتي؟ جيراننا غادي يلعبوا معنا، فمرحبا بك، فهمتي؟ كنكبروا بالجيران الاخوان، كبروا بهم حتى نتوما. السي دي ام الثاني فغادي يكون معاه، اوه ليتس جو، بات لي البرازيل، بان لي الترابو ديال البرازيل الدراري من البعيد، فغادي ناخذوا دوغلاس لويز. ما عرفتش كيفاش هاد الفرقه كيفاش غتطلع الصراحه، ولكن حد الان الامور تبشر بالخير، كاين امال، فهمتي؟ اس تي الدراري تخيل وخرج لنا الدراري شي بولي الدراري تخيل، عندنا اس تي مارتينيز وعندنا اداما تراوري الاسبان، هي قريبه للمغرب، ولكن واش الاسبان قرب المغرب؟ بيان سور حنا بلادنا 15 كيلومتر، فغادي ناخذوا اداما تراوري خويا الزين. بالنسبه للالام شكون غادي يعطيونا هنايا؟ او فريد 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 فريد، او الدراري برازيليه الدراري هاد الفرقه هادي من الاخر، عطاونا حتى شي مغربي، عطاونا شي مغربي باش فهمتي نحافظوا على داك الشيء. الله يحفظكم فيفا، ترجلوا معنا شويه. الارجنتيني روميرو هو الاقرب للبرازيل، فغادي ناخذوا روميرو هنايا الاخوان. نمشيو مع السيبي الثاني، شكون هو السيبي المغربي اللي يقدروا يعطيونا؟ اوكي ما عطاوناش شي واحد، ولكن عطاونا تياغو سيلفا حتى هو برازيلي كيلعب في تشيلسي، فمزيان مزيان مزيان. دابا هذه راه فريق برازيلي اكثر ما هو مغربي بالرجوله. يلا يلا شي واحد مغربي بالرجوله، اللي ما عطاونا شي واحد مغربي. اوكي غادي ناخذوا رينان لولدي، عندك بونو، عندك حكيمي، عندك بوفال، عندك منصيري، بزاف اللعابه كاينين الصراحه مغاربه خصهم يعطيوهم لينا في هذه الفرقه هذه، عندك شاعر، عندك نايف اكر، مرابط، المهم كاينين بزاف، فعالله فيفا ترجل معنا وموات تعطينا غير واحد الدراري. يلا بالرجوله بالرجوله حتى شي واحد، يلا يلا واخويا واخويا ترجلوا معنا الاخوان، يلا بليز بليز بليز. دابا عطونا بليلي، يلا عطنا الجزائر، راني طلبت درافت ديال المغرب والبرازيل ماشي ديال الجزائر والبرازيل. يلا 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 مغربي واحد، المهم الا ما عطاونا مغربي مليت انا والله حتى مليت وحق الرب. يلا واحد واحد مغربي ولسكو، كيعطونا بوفال، ناري عطوني امبابي معاه. دابا انا غنطيح كارطه ديال 97 اس تي امبابي.
شو الباس 93 شو 99 باس 88 فيزيك 87 غادي بوفال تبع امبابي احسن بوفال بوفال حتى هو الزون جيوغرافيك الدراري اللي دارت عليه وصافي مبارك وكان واعر بوفال راه راضي الدراري فغادي ناخذوا بوفال اش غنلعبوا الدراري في بلاصه اداما تندخلوا في الميطه الثانيه حتى اداما كيدخل فهمتي غيدخل في الميطه الثانيه غادي يبقى يدير داك اليوم تماك دابا شي حكيمي المهمه ديالكم المهمه شي حكيمي هذيك ديال يديك ها عرفت شو هذيك ديال راموس في كوب دي موند ملي دارها لا ديال رونالدو رونالدو ملي مارك البي الثالث ما بغاوش يترشلوا معانا غريبي واحد اصاحبي غريبي على قله المغاربه صافي شيرينا صاحبي فلورو حاول لنا تشد الكارطات الله عليك تشي السوداني الدراري تشي السوداني اجاج عقلت على تشي السوداني تشي السوداني اللي اهلنا الكوب دي موند بلا بيه ما كناش غنتاهلوا فغادي ناخذوه وشوف غندير واحد اللعيبه واعره الدراري تشي السوداني غيلعب في بلاصه ايكون يلا ما تسولنيش علاش حيت مغربي فهمتي وحنا كنا نزلو بطراب قلت المغرب خويا الزين وعطاونا شي واحد يا برازيلي يا مغربي وما كاين حتى شي واحد اذا اخر لعب اخر لعب الدراري تمنوا معايا انه يكون سوا بونوس وحكيمي سوا امرابط سوا بوفال لا بوفال خدينا سوا نصيري فيفا المهم شي واخا باش عطاونا شي مغربي عطاونا اش داير فهمتي حتى دابا ما بغيتو تحبسوا معايا عطاونا اش داير الدراري يلا لا ما بغيتوش تعطونا حكيمي وداك الشيء عطاونا اش داير اش داير اذا كنجيبو تقييم ديال شحال افضل اللاعبين عندنا هنا هو بوسكاس برونو فرنانديز وفان دير سار تقييم ديال 108 اكثر اللاعبين كيف ما كتشوفوا ديال اسبانيا ما عرفتش علاش عطاونا اسبانيا بزاف راه قلت لهم الدراري بغا يلعب برازيل ومغرب وما عطاوناك اسبانيا اكثر غنمشيو مع اول ماتش كنتمنى انا ندوزو هاد الدوره هذا حيت كتعرفوا الدراري ديما انا خاسر في هاد الدوره هذا بسبب التحديات ما كنديرش فهمتي شي درافت ديال المعقول ديما كندير بحال التحديات هادو فكنوليو خاسرين من البدايه فكنتمنوا هاد المره الدراري مع البرازيل والمغرب نورمالمون خصنا نربحو غنلعبو مع هاد الفرقه اللي كتشوفوا فيها هنايا او ماي جاد او ماي جاد كورتوا وايت صليبا دراري فري او غيليت وا هاي شي بالميليو هنايا هرب اخويا يلا سير تشي السوداني سير تشي السوداني اي اي تشي السوداني تقيل تشي السوداني تقيل يلا 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 فرنانديز فرنانديز شي بالميليو هنا عند فريد هاي عند بوفال هنايا بوفال نقول عليه نايس جيجي او اولى المحاولات من بوفال كان غيخشيها لكن تشي السوداني اي كيقطع سير تشي السوداني سونطري هنايا سونطري اي 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 لاعبين مزيان لاعبين مزيان الدراري يلا يلا هيا بوفال باكي من هنا وا كورتوا هذا ما هرب اخويا هذا ما كيطير هذا ما كيطير هذا ما كيطير دوز انت هكا وبزاف وبزاف بوفال بوفال ناضي الدراري 5 ايطوال جيس تكنيك 5 ايطوال جيس تكنيك البوفال يلا يا بوفال اي 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 ضربة جزاء واضحة سيد الحكم لكن الحكم يتغاضى عن هذه الضربة وهنا قوليت خليت 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 جاب الله عندنا فان دي سار الدراري اذا كتمشي بعيدة كل الحمد لله الحمد لله كانت هذه بيت هذه كانت بيت الصراحة شفتك برادر سير بيت ديالنا الدراري خصنا ماركيو ضروري خرج هنايا تيري ليتس جو البيت الاول ديالنا من عند شكون يا ربي يكون تشي السوداني يا ربي يكون تشي السوداني مارك ليتس جو مارك محيحين فهمتي انت سير انت فريد هنايا اي روميرو كتمشي عند اداما عند بوفال غادي يلا ديك ها اوكي دوز انت ليتس جو اداما من جديد هاي تشي السوداني دخل علي هذه هجمة خطيرة كتمشي عند خليد غنحرك الجول نايس سير اخويا فان دير سار تشي السوداني عند فريد كيهرب بها سير فريد هاي هنا ليتس جو وات ولا هاي عند بوفال غادي لهذيك اللعبة ديال ها غيمشي بوفال او بوفال خطير عند اداما تشي السوداني فرنانديز هاد المرة كيماركي بيت تاني كمان الدراري عندنا فريق الصراحه متواضعه لكن ايفيكاس يلا هو بيرلو ديالو بكل شيء ليه حنا بوفال تشي السوداني قاعدين غارات فهمتي مع داناس فهمتي داناس افضل صانع محتوى خويا الزين اش كتنتظروا منه غتنتظروا منه انه غير يربح هاد المره هادي ما غاديش نخرجوا بطبيعه الحال من الدور الاول سير اداما دوز ها هو تشي السوداني حطها لك نقيله هنايا
يا سلام دراري صافي هذا غايب شي في حالاته صافي. طلب ايقاف مؤقت من قبل هيرم واحد تي 140 واش هذه سميه ولا طياره ما عرفناش. المهم الاخوان كنظن انا هو غادي يمشي في حالاته حيت شاف النيفو فهمتي شاف النيفو هارب بزاف فغادي ينسحب المباراه بطبيعه الحال. كنفكوا هذه العقده هذه ديال الدور الاول وكنتاهلوا للدور الثاني. هادشي اللي كاين كنوصلوا للنهايه ديال الحلقه الاخوان. الا عجبتكم الفيديو ما تنساوش دير لايك وكومونتير العباد. كنقول لكم تستناونا من هنا للعشيه جويه 8 د 9 باش نحطوا لكم الفيديو ديال مهنه لاعب الدراري بروج ولا شجعونا. فيديوهات في النار ماشي سهله. هادشي اللي كاين كان معكم دناس. اقول لكم تهلاو.